طيب دكتور ساره، ازيك اولا؟ اهلا وسهلا يا ازاي فندم. اهلا حضرتك؟ استاذ. كله اهلا تمام؟ وسهلا. الحمد لله تمام الحمد اضحك لله. عليكي لو قلت لك ان بكلمك لوحدك، بصراحه انا عايز اكلم سليم كمان. هو جنبي اهو، هو جنبك؟ جنبي. الاول انا عايز يعني اقول ايه؟ اقول انه احنا عايزين نشكر الزوجه المصريه بشكل عام، وبالتاكيد دكتور ساره بشكل خاص، اللي هي زوجه الشهيد. مش هسميها أرملة شهيد، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، زي ما هم أحياء في قلب كل مصري. فخليني مرحبا أقدم لك الشكر أنت وكل زوجات الشهداء. يا فندم، ربنا يخليك. سليم بقى أعمل إيه؟ تمام الحمد لله. سليم تشارك في الأوبريت النهارده مع أيوه زمايله، يعني أيوه أبناء الشهداء، عبروا عن اللي حاسين بيه، يعني مشاعرهم البريئة اللي هو الإحساس بفقد الأب وإحساس بحاجات كتير، بس برضو إن هم عارفين ان ده في الجنة وان هم في مكان احسن من هنا بكتير، يعني ده في مكان احسن بكتير. وبعدين هو ما فقدش والده ولا حاجه، يعني حقيقي مش بقول لك كلام زي ما يقولوا كده، كلام برامج ولا كلام صحافه ولا بتاع خالص. يعني انت عارفه انه الرائد باسم فكري الله يرحمه يا رب، وتاني هو حي عند ربنا سبحانه وتعالى، ده الراجل اسمه ملء السمع والبصر، على اسمه في محور مهم في الصعيد في المنيا، الناس كلها فاكراه، شأسف هنا الناس كلها فاكراه، فاكره الاسم، حافظاه لو صح التعبير، وسوف يظل الاسم خالد، ده وده اللي حقيقي لازم يكبر عليه دايما سليم، ده ابوه من حقيقي. الخالدين. أكيد يا فندم أكيد، يعني نشكر القيادة السياسية ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني إن هو دايما فاكر أسر الشهداء والناس اللي ضحت بروحها عشان مصر، يعني فده ده وسام على راسنا كلنا. صحيح. طب انا ممكن اكلم سليم ولا يا هيخش فندم ينام ولا أنا مش ايه؟ عارفة هو هيعرف يتكلم ولا لأ، بس ها تمام. بيتكسف؟ مش ممكن بعد الوقفه دي ويتكسف برضه؟ استحاله. ألو، اهلا 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 استاذ سليم، عامل ايه يا سليم؟ الحمد لله. قول لي ازيك بقى، حضرتك؟ ازيك انت يا استاذ سليم؟ قول لي، واحنا صغيرين ويمكن لحد ما كبرنا كل واحد فينا بيتقال له اسم دلع كده في البيت، بيقولوا لك ايه؟ سوري. سولي. ماشي، قول لي بقى يا سولي، انت النهارده وانت بتغني كده ما كنتش خايف؟ ما كنتش مكسوف؟ ما كنتش مكسوف يا ولد يا جامد، ولا خايف؟ ولا خايف. وانت عارف انك هتطلع تغني ورئيس الجمهوريه موجود ووزراء ووزير الداخليه وكل الكلام ده وانت ما كنتش خايف؟ ده انت بقى طالع شجاع زي بابا، مش كده؟ ايوه جدع. غنيت قلت ايه يا سليم؟ غنيت قلت ايه؟ ابويا سعيد. قلت ايه؟ ابويا سعيد. ايوه انت جميل يا سليم، احنا كلنا كنا مبسوطين واحنا بنشوفك وبنسمعك النهارده، وانا بكلمك علشان بقول يا سليم، انت ناوي تكبر تطلع ايه باذن الله؟ باذن الله ضابط. برضو؟ وعاوز تطلع ضابط شرطه ولا ضابط جيش؟ لا ضابط شرطه. طب مش عاوز تطلع مذيع؟ لا انت جدع يا سليم، راجل ابن راجل. حبيبي يا سليم انا بعت لك بوسه في الهوا. شكرا. عفوا، اشكرك. باي 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 يا حبيبي، باي باي. دكتور ساره اشكرك مره تانية، ميرسي يا فندم. اشكرك يا فندم، اشكرك. ميرسي احنا يا اللي فندم. شكرا. متشرفين وبنشكرك على انك قابلتي المداخله معانا. الف الف اهلا يا شكر يا فندم. فندم، اهلا يا فندم. شكرا ليك.